لدينا عبر الهاتف السيد فتحي الهاشمي وهو مدير مكتب الإعلام بشركة البراغا. سيد فتحي حياك الله معنا في قناة تناصح. بداية ضعنا في إحداثيات انتهاء أزمة إمداد الوقود لمستودع سبها النفطي. مساء الخير لكل السادة المشاهدين، شكرا على إتاحة هذه الفرصة لي على الأقل إيضاح بعض النقاط للسادة المشاهدين. حياك الله. أولا قبل أن نبدأ دائما نؤكد أن شركة البراغا تقف موقف الحياد وتبعد بعيدة كل البعد عن الجدوات السياسية في البلاد. لجنة إدارة شركة البراغا أخذ على عاتقها بإشراف المؤسسة الوطنية للنفط مسؤولية توفير الوقود بأنواعه وخاصته للسادة المواطنين في كل بقاع البلاد. بعد أن أطلقت شركة البراغا سيد الكريم والسادة المشاهدين الخطة لإنقاذ الجنوب الليبي بتزويد الوقود، الخطة التي تشرف عليها إشراف كامل المؤسسة الوطنية للنفط والتي تسعى للقضاء على الأزمة أو أزمات المفتعة في مناطق الجنوب بعد التعدي على السائقين في الطرقات وتعرضهم للسرقة والحرابة والخطف. هذه الخطة انطلقت في مدينة مصراتة بين الحكماء والشرفاء واتحاد البلديات في المنطقة الجنوبية والمنطقة العسكرية في مصراتة وبعض الوحدات الأمنية بالتعاون مع شركة البراغا والجمعية العربية لنقل الوقود. بعد تأمين الطريق الرابط بين مستودع مصراتة إلى المناطق الجنوبية مرورا بمدن هون والسخنة والفرجان والجفرة تم تزويد هذه المدن من الأسابيع الماضية. يوم الأمس تم وصول عدد ما يقارب من 81 شاحنة بوقود البنزين والديزل يقارب من 2 مليون لتر من البنزين ويقارب من 1.5 مليون ديزل. اليوم الحمد لله رب العالمين وصلت ما يقارب من 80 سيارة أي ما يقارب 2 مليون و1.5 مليون ديزل. طيب سيد هاشم الحمد لله رب العالمين الأخبار اللي جتنا من هناك بإشراف السيد عضو لجنة إدارة للمناطق الغربية والجنوبية والسلام والصحة المهنية أن الأمور ماشية على حسب ما يرام وحسب الخطة اللي عملتها شركة البراغا. طيب سيد هاشمي هذه الخطة هل ستكون مؤقتة الحل لأهالينا في الجنوب أم ستكون حل جذري لهذه المشكلة الدائمة في الجنوب من سنين؟ والله شركة البراغا هي ما دعتش للخطة هذه إلا بعد ما رأت أن عدة مشاكل تصير لسائقينا. في السابق أن كانت الوقود يذهب انسيابيا سواء من مستودع مصراتة أو مستودع الزاوية أو من مستودع طرابلس يعني بجدول وما فيش أي مشاكل، لكن بعد ما توقف إمداد الوقود ما يقارب من شهر إلى شهرين لمرافق سبها ولغاز أكثر من 3 أشهر الشيء هذا خلت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البراغا أنها تتدخل وتعقد عدة اجتماعات مع وزير الحكم المحلي ووزير العمل المشكورين وبعض الحكماء في المنطقة الجنوبية أنهم يحموا الطريق ويحموا السائقين والشاحنات. المدة الماضية قعدنا عاجزين نحن شركة كهرباء أن نزود محطة لوباري لما لها من أهمية وإحنا كلنا لامسين حنمسوك الأيام القادمة. قعدنا عاجزين على توصيل ما يقارب 250 ألف لتر من الديزل. بعد ما تم تأمين الطريق وتكاتف الجهود الحمد لله وصل الوقود إلى مدينة توباري. أتمنى على الأقل تكاتف الجهود ونبدل الخلافات التي من شأنها لا تصب في مصلحة الوطن المواطن، على الأقل كل شخص يكتسب أو يأخذ نصيبه من المشتقات النفطية. طيب سيد فتحي في شأن متصل أيضا وبشكل عام في ليبيا ككل وليس الجنوب تحديدا، أزمة اسطوانات الغاز الطهو، ما هو الحل؟ والله سيدي الكريم في السابق زي ما قلنا احنا ما كانش عندنا في مشاكل في غاز الطهو، في مشاكل في الاسطوانات. تم بعد من فتحت الحدود والموانئ تم جلب العديد من الاسطوانات الغير مورده من شركه البراغا، الامر اللي خلى شركه البراغا تقف وقفه خوفا على سلامة المواطنين. تم حجز ما يقارب من 17,000 اسطوانة غير موردة من شركة البراغا، هذه تم استجلابها من بعض الموزعين. شركة البراغا حصلنا أخذت الاسطوانات هذه، تتم الآن عمليات الكشف، يتم تغيير بعض الصمامات. أمس كان في اجتماع
وكان بإذن الله انطلقت خطة أساسا حتدخل بعد الكشف على 30,000 اسطوانة للشغل بإذن الله خلال الأسابيع الجاية. نقول مثلا مش حتكون في مشاكل بعد ما نقوموا بصيانة هذه الاسطوانات. طيب. الشيء الثاني تتم حصول شركة بريك على موافقة من ديوان المحاسبة والديوان والرقابة على استجلاب عدة اسطوانات من الخارج. الآن عندنا عطاء في عملية الكشف على هذه الاسطوانات، وبإذن الله خلال نقول السنة القادمة حتدخل كمية كبيرة جدا وبإذن الله حنقضي على هذه. طيب سيد فتحي، ولكن السؤال الذي دائما يطرحه المشاهد، هذه الاسطوانات كيف تسمحون باستقبالها وتعبأ لديكم في الشركة أساسا؟ والله يا سيدي الكريم، هذه طبعا دخلت للبلاد قدام مرأة ومسمع الجميع، ما فيش فرق بينها وبين الاسطوانة، يعني من الصعب انك تميزها يعني في الدخول لشركة بريغا. لكن بعد ما تدخل وتمر على دوارة الغاصب يتم حجز هذه الاسطوانة، واحنا يعني نعطي في بديل للموزع للاسطوانة اللي جابها احنا نحذفها. زي ما قلت لك ان نقوم في بعض الكشوفات عليها، وبعد ما حيتم تغيير بعض الصمامات والكشف هنا تهمنا مصلحة المواطن، حتدخل بإذن الله في السوق. طيب، ولكن تعتبر هذه سيد فتحي إجمالا أخطاء من الشركة يتحمل أو يعاقب عليها المواطن؟ والله ليست أخطاء الشركة، هي أخطاء الشركة، أخطاء غير تتحملها الشركة. لما موزع الغاز يجلب لنا اسطوانة غير موردة من شركة البريغا، احنا يعني نحمله في أنفسنا أن ناخده في الاسطوانة هذه ويتم الحجز عليها في أيام يعني أو في مرات عديدة يتم تخريجها، وفي مرات يعني يتم الكشف عنها لو أن مثلا لقينا مثلا في بعض المشاكل في الصمامات أو مشاكل البسيطة جدا احنا نتحمله كصيانتها بتكلفة من على شركة البريغا ودينا خلاص للسوق. طيب، لكن الحمد لله احنا شركة البريغا عمرنا ما سمعنا أن في اسطوانة يعني مملوءة من شركة البريغا وصار مثلا في حريق، ولا صار كان هي السبب في السبب هو الاسطوانة. طيب، بشكل عام وباختصار لو سمحت سيد فتحي، برأيك متى سنشهد هذه الأزمة انفراجا عام على كل ليبيا ككل؟ والله بتكاتف الجهود طبعا احنا بعد ما تدخل الجهات الرقابيه المتمثله في الحرس البلدي والوزاره الداخليه على الاقل تقوم بدورها، احنا المشكله بنزود ما يقارب من 15 ل 16,000 اسطوانه يوميا من مستودع طرابلس، وما يقارب من 6,000 اسطوانه من مستودع الهاني. لو الاسطوانات هذه تمشي للموزعين وتتوزع للساده المواطنين مش حتصير ولا في ازمه، لان كل واحد يستعمل في اسطوانه الغاز مش حيستعملها الا بعد شهر. لكن احنا بعض الموزعين سمحهم الله هدفهم الوحيد هو الكسب السريع، يتم الاخذ الحصه من شركه بريغا، بما ان في عقد مبرم بينه وبين شركه بريغا انه ياخذها ويبيعها بدينار وبدينار ونص وزوج دينار، لكن انه يخزن فيها ويبيع فيها. احنا سمعنا ان اسطواناتنا تخرج خارج ليبيا للدول المجاوره وتتعبى ثاني من ليبيا. نعم، إذا السيد فتحي الهاشمي مدير مكتب الإعلام بشركة البريغا كنت معنا، شكرا جزيلا لك.